بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك من برنامجنا روح المعاني، وعنوان حلقة هذا اليوم وقفات مع سورة هود. والقرآن كله عظيم بلا شك، لكن الله جل وعلا جعل هذه السورة أكثر سور القرآن تأثيرا في القلوب، بقرينة قول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه. فاسم الإشارة في هذه عائد إلى هذه السورة المباركة: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا قال العلماء: إنها أشد سور القرآن وعظا. والحديث عنها حديث مستفيض، لكنني سأقف وقفات متيسرة مع بعض آيات هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا فيها عن نبيه نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. من هنا يفهم أن نوحا عليه السلام لما دعا على قومه دعاهم على بينة. قال الله جل وعلا عنه: قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فما قال نوح هذه الدعوة إلا بعد أن أنبأه الله وحيا أن أحدا من قومه لن يؤمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من هنا نستل أن بعض الفضلاء إذا قارن ما بين حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياة نوح يأتي إلى هذا الموقف فيقول إن النبي عليه السلام أكرم، وهو حق أكرم، لكن يستشهد باستشهاد خاطئ، فيقول إن النبي أكرم من نوح، لأن نوحا دعا على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن قومه: رب اغفر لي، رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. فيقول في نظمه: وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربي اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربي اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وهذا استشهاد ونظم خاطئ، لأن نوحا عليه السلام لم يقل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولم يدع على قومه بالطوفان إلا بعد أن تبين له أن أحدا من قومه لن يؤمن بنص كلام الله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة عن نبيه نوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فحمل نوح من كل زوجين اثنين، فحملت سفينة نوح كل ما كتب الله له أن يبقى حيا بعد الطوفان، فكان يأخذ الذكر بيد والأنثى بيد ويضعهما في السفينة. ما الذي يستنبط من هذا؟ قدرة الله تبارك وتعالى. ذلك أن سفينة نوح جمعت بين أضداد لا يمكن أن يجتمعوا أبدا، فالغابة مثلا تمتلئ بالسباع والكواسر وكثير من الدواب الوحشية والمألوفة، وبينهما من التنافر ما لا يخفى على أحد. فقد جعل الله جل وعلا لكل شيء ضدا، كما جعل لكل شيء شيئا يألفه. فثمة ألفة ما بين كذا وكذا، وعداوة ما بين حيوان وآخر. كل هذا انفك وذهب في سفينة نوح، وهذا يبين لك أن الأمور كلها بيد الله، وأن القضية الكبرى في الحياة الدنيا قضية التسخير. فمن أراد الله جل وعلا إكرامه أو نفعه أو إعانته أو علو كعبه سخر له، ومن لم يرد الله نفعه ولا علو كعبه ولا ظهوره لم يسخر له أحدا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ملك داود وملك سليمان بيّن أن القضية قضية تسخير وإنعام. قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال الله جل وعلا عن عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
فالتسخير عليه قوام الخلق، فالتسخير عليه قوام الخلق. فإذا أراد الله بأحد كرامة ما سخر له. وأنت تعلم أن الغراب يولد، أن الغراب إذا فقس بيضه يخرج الغراب الصغير أبيض، فيجفل منه أبواه الذكر والأنثى، فيبعث الله جل وعلا إليه دودا صغارا يقف على طرف منقره، فهذا النعاب الذي هو صغار الغراب يأكله، فما يزال يأكله حتى يشتد لحمه وتظهر حمته ويظهر سواده فيسود ريشه. فإذا عاد غرابا أسود عرفه أبواه فعاد يطعمانه، في الأول يفران منه فيسخر له الله جل وعلا ذلكم الدود حتى يأكله، فينجم عنه اسوداد ريشه ومعرفة أبويه له. وهذا كله مندرج فيما يعرف بالتسخير لمن أراد الله جل وعلا له. وغير غافل أنت عن أن الله جل وعلا جعل موسى والخضر يطويان القفار والبحار ليحفظا ليتيمين كنزهما، مع أن اليتيمين لا يعلمان ذلك ولم يطلباه من الخضر وموسى. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فما القضية؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فلما أراد ربنا أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حفظ لهما ذلك الكنز، فأخرج الكليم والعبد الصالح ليصنع ذلك بالجدار ويقيمانه حتى يبقى الكنز محفوظا، ولا يقدر على هذا إلا الله. فالذي حصل ما بين الدواب كان بتسخير من رب العالمين جل جلاله، سخر ذلك الله كله لنوح عليه السلام. قال الله جل وعلا كذلك، وهذه الوقفة الثالثة في سورة هود، قال وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها أي سيرها ووقوفها إن ربي لغفور رحيم. لو أخذنا الله جل وعلا بذنوبنا لما مضت السفينة قيد شبر، لذلك قال وناسب أن يقول إن ربي لغفور رحيم. فمغفرته جل وعلا لذنوبنا ورحمته تبارك وتعالى بحالنا هو الذي جعل هذه السفينة برحمة الله تنجو من تلكم الأمواج العاتية، وإلا كانت الأمواج أشد ارتفاعا من الجبال، لم تبق شيئا إلا أغرقت. وحفظ الله جل وعلا نوحا والمؤمنين الذين معه، ومن كتب الله لهم أن يبقوا أصولا للحياة بعد زمن نوح عليه السلام. هذا من معاني قول الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقع الطوفان، فر كنعان ابن نوح إلى الجبل، ناداه أبوه بمنطق الأبوة يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم قضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أدركت نوح عاطفة الأبوة فلجأ إلى ربه، قال ربنا، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعدك الحق أنك وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي. فأجابه أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه أي كنعان ليس من أهلك. لما ليس من أهلك؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فكون الكفر والإيمان يقطع النسب، الكفر والإيمان يقطع النسب، بل يقطع كل صلة ما بين الكافر والمؤمن، فلا يبقى إلا صلة المعروف، الشيء الذي يقضى بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن هنا يعلم أن أعظم وشائج ما يربط بين أعظم الوشائج الذي تربط بين الناس هي مسألة الإيمان، تربط حتى ما بين المؤمنين على الأرض ما بين أهل الملكوت الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ومن أعظم القرائن والبراهين على هذا أننا إذا أردنا أن نصلي على صغار ماتوا قبل البلوغ
فإنه ليس من السنة أن ندعو لهم بالمغفرة لأن قلم التكليف لم يجري عليهم بعد، لكن مما نقوله في الدعاء لهم نقول: وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين، وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين. فصغار المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام في كفالته صغار المؤمنين من أمة محمد منذ زمن النبوة إلى قيام الساعة، ومع ذلك لا يدخل في كفالته أبوه، رغم أنه أبوه ووالده وله حق عليه. لما؟ لأن والده كان كافرا وصغار المؤمنين يحكم لهم بالإيمان. فصغار المؤمنين رغم بعدهم النسبي عن إبراهيم نالوا شيئا من كفالته وحظوته عند الله، ولأن الوالد والأب كافر لم ينل شيئا من حظوة ومقام ومكانة إبراهيم عند الله. قال الله جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالوا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا ينفعه ذلك مع أن الله قال في حق إبراهيم أنه دعا بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع ذلك لا ينتفع هذا الوالد بحظوة ومقام ومكانة إبراهيم عند الله تبارك وتعالى، مما يبين عظيم وشائج الإيمان بين العباد. بل إن صداقة المؤمن تنفع. قال الحسن البصري: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن الله جل وعلا قال عن الكفرة: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ونلحظ، وهذا استطراد، أن كلمة صديق في القرآن تأتي مفردة، لأن الصديق الموفق عزيز، في حين أن غيرها يأتي كثيرة. قال الله جل وعلا: فما لنا من شافعين أو صديق حميم، وقال: أو بيوت صديقكم، مع أنه جمع في التي قبلها وأفرد في الصديق. والعرب تزعم أن الصديق الوفي أمر مستحيل لا يقع. يقول أحدهم: فتبين لي أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. هذا كله استطراد أدبي أعانكم الله عليه. فنعود الآن إلى ما كنا نتحدث عنه ونحرره حول حديثنا عن سورة هود. قال الله جل وعلا في السورة نفسها لما ذكر نبيه صالح: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. معنى يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أن صالحا عليه السلام لم يكن وضيعا في قومه، كان ذا جاه وعلو مكانة ومنزلة. وهذا يجعلك تفقه ما معنى قول الله جل وعلا في سورة القمر لما قالوا لنبيهم أي صالح: بل هو كذاب أشر. قال الله: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ما معنى كذاب أشر؟ كذاب معروفة، لكن ما معنى أشر؟ إذا كان الإنسان يكذب ليدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لنفسه مصلحة فهو كذاب. فإن كان يكذب رجاء شيء لا لرجاء شيء فهذا كذاب أشر. فهم يقولون: أنت مرجو فينا، معظم، مبجل، فلما تكذب حتى تصل إلى مكانة تطلبها؟ تزعم أنك نبي كذب لتصل إلى مكانة تزعمها تريدها، رغم أنك محظوظ عندنا ذو مكانة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ذكر الله في سورة هود كذلك في خبر نبي الله صالح خبر الناقة، قال: يا قومي هذه ناقة الله لكم آية. فأضافها إلى الله تشريفا: لكم آية، وما يسمى عند أهل السير بالمعجزة. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها
فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا الناقة هنا سماها الله جل وعلا في الإسراء آية مبصرة، وناقة صالح أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا، ناقة الله وسقياها، وتضاف إلى نبي الله تعريفا أنها جعلها الله آية له على قومه. والذي عقرها رجل واحد يقال له حيمر ثمود واسمه قدار ابن سالف. قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها، فأشقى القوم هو الذي عقر ناقة صالح. سماها الله جل وعلا آية واضحة بينة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، مبصرة صفة لموصوف محذوف. هذه الناقة لما عقروها قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ثم حل بهم العذاب ونزل بهم النكال. منه يفهم أن الناس بعضهم من يكون إماما في الشر وبعضهم من يكون إماما في الخير. ذكر الله جل وعلا كذلك في سورة هود قوله تبارك وتعالى على لسان لوط لما جاءه الملائكة في سورة شباب حسان الوجوه، قال الله تبارك وتعالى عنهم أن قومه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنا لنعلم ما تريد وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. خبر لوط مع هؤلاء يطول، لكن في جملته أنه لما نزل الملائكة أضيافا عليه عمدت زوجته فأخبرت القوم، فجاءوا عياذا بالله كما قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه، ثم جاء جملة اعتراضية ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهذا من أدب القرآن مع البيان. فخاف لوط عليه السلام على هؤلاء الشباب من مغبة ما يصنعه قومه، فحذرهم أي حذر قومه، وما زال في أخذ وعطاء معهم حتى بلغ به الأمر أنه يريد أن يبرئ ذمته أمام ضيفه، فعرض بناته على قومه لعلمه يقينا أن قومه زاهدين في بناته، ولهذا فطنوا وأجابوه بقوله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أو آوي إلى ركن شديد أي لو كان لي نسب وعزوة فيكم لمنعوني، لكنني أفقد هذا لأن لوطا ليس منهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، والمقصود أن الله جل وعلا معه. أو آوي إلى ركن شديد هنا حصرت الملائكة عن اللثام أي عن شخصيتها وقناعها، وأخبروه بأنفسهم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. من هذه الآية وغيرها أخذ العلماء فضل الليل على النهار، قالوا إن الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه سحرا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وأمر موسى أن يسر بعباده ليلا، وقال في حق الخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما ذكر قضية قيام الصالحين في الليل. لكن لله عمل في النهار لا يقبل في الليل، ولله عمل في الليل لا يقبل في النهار، ومن حيث الجملة الليل مطية أكرم من النهار. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. مما ذكره الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا، قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. النبي عليه السلام قال شيبتني هود وأخواتها. قال بعض أهل العلم إن الآية التي شيبت
نبينا صلى الله عليه وسلم هي قول الله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لما أتتك قم الليل استقم استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. فالآية التي في هود قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال الله جل وعلا بعدها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه من أعظم ما ينفع المؤمن في حياته، قلما أن يخلو أحد من معصية، من له الحسنى فقط ومن ذا الذي ما ساء قط، إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. لكن مما يعين فقه كتاب رب العالمين، وقد قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول الآية أن رجلا قال: يا رسول الله، إنني لقيت امرأة في طريقي كذا وكذا فشممتها وضممتها، وقع مني كل شيء إلا أني لم أجامعها. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والرجل يلح. ثم نودي لصلاة العصر فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد فراغه من صلاته: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أصليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك. ثم تلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله جل وعلا بعدها: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذه دعوة للناس أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر، وأن يكون فيهم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس من مصلحة الأمة أن يشيع فيها المنكر والفحشاء تحت أي مسمى كان ذلك، لا تحت حضارة ولا حرية ولا غيرهما مما يجعل تلك الأمور طاغية على المجتمع. فدين الله جل وعلا أحق أن يتبع وأولى أن يمضي حكما على الناس، لا القوانين الوضعية ولا غيرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله جل وعلا كذلك في سورة هود، أخبر تبارك وتعالى أن الاختلاف سنة بين الناس: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك، هذا الاختلاف، لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين، فالاختلاف من حيث السنة القدرية الكونية واقع لا محالة، وأما من حيث السنة الشرعية فمقبول في مواطن غير مقبول في مواطن، مقبول في مواطن غير مقبول في مواطن. أما من حيث السنة القدرية فمنذ أن خلق الله الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر، وفيهم بر وفيهم فاجر، فالدعوة بهلاك كل الفجار أمر محال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. ومن قرأ أحاديث الساعة وغيرها علم يقينا أن هذا الأمر لن ينجلي بالكلية، فالصراع بين الحق والباطل قائم باق إلى قيام الساعة. أما الاختلاف الشرعي فلا ينبغي أن يكون في الأمة إلا ما أذن الله جل وعلا أن يختلف فيه. وأصل المسألة أن يفهم أن الأحكام ثلاثة: حكم مؤول وحكم مبدل وحكم منزل. فأما الحكم المنزل فلا ينبغي الاختلاف فيه ولا يجوز ولا يقبل. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، وقال: إنما الخمر والميسر والأزلام، وقال: ولا تقربوا الزنا. فلم يقل أحد من علماء المسلمين لا في السابقين ولا في اللاحقين أن الخمر أو الزنا أو الميتة يجوز عند زيد ولا يجوز عند عمرو، هذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين، وهذا مما يسمى بالحكم المنزل.
الحكم المبدل أن يأتي الإنسان لحكم شرعي فيبدله على النقيض. فقد قال ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو جاء أحد بأي قانون وضعي وقال إن للذكر والأنثى سواء فللأنثى مثل حظ الذكر، رددنا عليه قانونه ونظامه وقوله كله وجعلناه باطلا، لأن هذا حكم مبدل أي مبدل لكلام الله لا يقبل البتة. بقي حكم مؤول وهو ما سكت الله جل وعلا عنه، أو أن الآية واللغة تحتمله، فهذا مضمار عظيم تجري فيه أقدام العلماء. ليس قول زيد فيه بأولى من قول عمرو، وهو الذي ظهر في الأئمة الأربعة المتبوعين وفي غيرهم من الأئمة. فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد إنكارا يجعل الأمة تتباغض تتفرق ويجعلها شتاتا، وإنما الأصل في هذا كله أن يعلم أن هذا مما اختلف الناس فيه من قبل، والخلاف فيه واسع وهو مندرج في الحكم المؤول. قال الله جل وعلا في ختمة الآية: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأما ملء جهنم فيكون بما يلقى فيها، ثم يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، أي يكفي. وأما الجنة فإن رحمة الله جل وعلا لا يضيقها على أهلها، وإنما يخلق خلقا تبارك اسمه وجل ثناؤه يدخلون الجنة يملؤونها، لأن الله جل وعلا وعد الجنة أن يملأها، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قال ربنا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان في خبر المرسلين على قلب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ما يثبت قلبه عليه السلام في دعوته إلى ربه. وجاءك في هذه الحق، أي في سورة هود كما بينا في أول اللقاء، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم قال الله في آية جامعة مانعة: ولله، واللام هنا لام الملك لام التصرف الحقيقي الأكمل، ولله غيب السماوات والأرض فلا أحد يعلم الغيب إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قال بعدها: فاعبده وتوكل عليه. والله مما يعينك على أن تقضى حوائجك أن تعلم أنك تجهل الغيب، فلا تدري أين موطن الخير من موطن الشر، هل في غدوك أو في رواحك، هل في سفرك أو في إقامتك، هل في وظيفتك أو في تركها. ولله غيب السماوات والأرض. ثم إنك حتى لو كنت قد اطلعت على شيء من الغيب ليس الأمر بيدك. قال ربنا: وإليه يرجع الأمر كله. فالأمور كلها بيد العزيز العليم، من بيده ملكوت كل شيء تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فحتى تبقى على صلة حسنة بربك، قال ربنا تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده. وأنت مع عبادتك له وخضوعك له تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه، واعلم أن الله جل وعلا لا يجعل أولياءه بدار مضيعة. قال ربنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والولي لا يضيع أولياءه، فكل من كان لله وليا محال أن يضيع، محال أن يغلب، محال أن يخذل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. والمعنى التوفيق من رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا منه قول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه. ويفهم منه كذلك أن أعظم المنازل التي يعطاها العباد منزلة التوكل، وقبلها منزلة العبودية. وما التوكل؟ لا ينال أحد هذا الوشاح ولا يلبس هذا التاج إلا من كان قد أرغم نفسه في باب العبودية لله تبارك وتعالى. وكلما كان حظ العبد من مقام العبودية عظيما كان حظه من التوكل أعظم، وإذا كان حظه من التوكل أعظم نجاه الله جل وعلا وكفاه وآواه.
وبصره في الشيء الذي يريده كيف يصل إليه، وسخر له الأسباب، تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومثل هذه المعاني الجليلة ربما يدركها كل أحد، أو يدركها جل الناس أو كثير منهم، لكن يبقى التوفيق للعمل بها. فالتوفيق للعمل بها لا بد فيه من مجاهدة، ومجاهدة النفس على العلم الذي تعلمه من أصعب ما يجده العبد في حياته الدنيا. مجاهدة العبد نفسه على العلم الذي يعلمه، لأن هذا العلم الذي هو على بينة فيه من ربه يقابل بآراء الناس وأحوالهم وأقوالهم وما يسدون إليه من نصائح. لكن من أراد الله به خيرا ثبته على العلم الذي آتاه الله إياه حتى يصل إلى مقصوده ويحقق مراده، وهذا لا يكون إلا بالله إذا توكل العبد على الله. هذا أيها المبارك على وجه الإجمال بعض الوقفات مع سورة هود، هذه السورة التي ثبت الله جل وعلا بها قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا هدى وشفاء وبينة يكون الناس فيه على بصيرة من ربهم. ولما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن نال ما نال من عظيم العطايا وجليل المكانة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.